ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسأل الذي أعطى أخاك هذه النعمة أن يعطيك، فإن الله جواد كريم، إذا سألته أعطاك. أما أن تحسد أخاك على نعمة الله التي آتاه إياها فأنت حينئذ معترض على الله وقاطع لصلة الرحم أو صلة القراء أو صلة الإيمان التي بينك وبين أخيك. فعالج الحسد بأن تسأل الله الكريم من فضله، والله واسع عليم. وعالج الحسد أيضا بأن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما حصل لأخيك إنما هو بقضاء الله وقدره، والله أعلم سبحانه وتعالى. لا تعترض على الله سبحانه وتعالى، لا تعترض على الله في قضائه وقدره، ولا تقول فلان ما يستحق هذا الشيء كما نسمع من بعض الناس، والله فلان ما يستحق هذا، ليش فلان كذا وكذا. أو إذا نزلت مصيبة بأحد قال والله إن فلان إنه جيد وإنه ما يستحق هذه العقوبة، كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. كذلك ما يعالج به الحسد أن تدعو لأخيك بالبركة، تدعو له بالبركة، بدل أن تتمنى زوال النعمة عنه تدعو له ببقائها وأن يبارك الله فيها، وهذا لا يضرك بل ينفعك عند الله. فعالج الحسد بمثل هذه الأمور. كذلك مما يعالج به الحسد أن تطلب الرزق وأن تبذل الأسباب. أما أنك تجلس وتعجز وتكسل وتحسد الكاسبين والذين يطلبون الرزق، تحسدهم على ما أعطاهم الله، فاللوم عليك أنت، أنت الذي قصرت وأنت الذي تركت الأسباب وأنت الذي تكاسلت، فعليك أن تلوم نفسك بدل أن تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد يجر إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، وأن الله ليس حكيماً وليس خبيراً وليس عليماً، فإنما يعطي من لا يستحق العطاء أو يعاقب من لا يستحق العقوبة، هذا كفر بالقضاء والقدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من آفات الحسد أن الحاسد لا يزال في جحيم وفي غيظ، يعيش عيشة نكدة لما يرى من نزول النعم على عباد الله، وهو يحسدهم فيظل يحترق قلبه عليهم وعلى ربه سبحانه وتعالى، فيعيش في نكد لما يرى من تنزل النعم على عباد الله. وهل أحد يمنع فضل الله سبحانه؟ ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. لا أحد يمنع قضاء الله وقدره، لا أحد يمنع الرزق، لا أحد يمنع المصائب، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالحاسد يعيش في قلق دائم، لأن نعم الله تتوالى على عباده وهو لا يريد أن ينزل عليهم شيء، ما يريد أن الناس يرزقون، ما يريد أن الناس يتعلمون، ما يريد أن الناس ينالون من فضل الله، يريد الدنيا كلها له ولا يريد لأحد شيئا، فيتحسر ويتألم ويبقى في ألم شديد بسبب الحسد. فإن الحسد كالنار تشتعل في قلبه. دع الحسود فإن تركك قاتله،
ألم تر أن النار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله؟ فالحسود إنما يضر نفسه. فاستعيذوا بالله من الحسد، وطهروا أخلاقكم من الحسد، وتمنوا لإخوانكم الفضل والنعمة بعدما تتمنون ذلك لأنفسكم. هذه علامة الإيمان، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.